من يذكر لي فروض الوضوء؟ هذه شروط الوضوء، من يذكر لي فروض الوضوء؟ سبحان الله أخوانا، ما توضأوا؟ اللي توضأ يعرف فروض الوضوء. فروض الوضوء أربعة ذكرت في الآية، وتضيف إلى هذه الأربعة الترتيب والموالاة، أصبحت الفروض ستة. لا أحد يتكلم. الوجه مع المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق، اليدين مع المرفقين، الرأس مع الأذنين، مسح، غسل الرجلين مع الكعبين، الترتيب أن يرتب كما رتب الله ولا ينكس الوضوء، الموالاة بألا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، يعني يتابع. يعني مثال، هذا الأخ يتوضأ، تمضمض واستنشق واستنثر وغسل الوجه، ثم عندما غسل اليد اليمنى دق الجوال، أخذ الجوال وأخذ يتكلم، نعم ماذا عندنا؟ قال والله عندنا اليوم كذا، وبعد هذا قال عندنا كذا، ومتى نذهب؟ تكلم ثم أغلق الجوال، أراد أن يكمل، لا، لأن الفاصل طويل. في الغالب يكون الوجه قد جف، فهذا يعيد من جديد لأنه لم يحقق شرط الموالاة، لكن دق الجوال قال أنا توضأ اتصل عليك بعد خمس دقائق، وأغلق الجوال وأكمل، وضوء صحيح. مفهوم؟ طيب، إذن هذه فروض الوضوء ستة. نواقض الوضوء من يعرف؟ إخواننا إذا لا تعرفوا نواقض الوضوء، قد تأتي بناقض من نواقض الوضوء وتصلي وضوءك باطل أصلا. نعم يا أخي. الخارج من السبيلين، الله يفتح عليك، الخارج من السبيلين مطلقا، كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء، بول وغائط ومذي وودي وريح وحصى وديدان وحيض ونفاس ودم، كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء وارتاح. نعم. الثاني، الخارج الفاحش من الجسد من غير السبيلين. الصحيح والله أعلم الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه إذا كان الخارج، يعني مثاله لديه جرح وهذا الجرح يخرج منه قيح وصديد، هذا غير ناقض، إلا إذا كان من جنس البول وغائط، صنع عملية عافانا الله إياكم، وضع له أنبوب يخرج منه أكرمكم الله البول، فهذا جنس البول وغائط. نعم. بعد هذا النوم، من قال مستغرق؟ ما قبلك النوم، وانت قلت مستغرق؟ لا، الحمد لله. لا خطأ، ما قال لا النوم ولا المستغرق، قال زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر. زوال العقل، إذا زال العقل بماذا؟ بنوم أو جنون أو إغماء أو مخدر أو سكر. الصحيح والله أعلم الذي يذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن النوم غير ناقض الوضوء، لكن هو مظنة لخروج الريح. هذا الأخ الآن نعس في الدرس، نعم، هل انتقض وضوء أم لا؟ ننظر، هل تشعر بنفسك أنه لم يخرج منك شيء؟ قال نعم وأنا أسمع للدرس، فإذا لم انتقض وضوء. وإذا قال لا لم أشعر بشيء، إذن وضوءه انتقض. مفهوم؟ نوم أو إغماء، زوال العقل. زوال العقل، نعم. بعد هذا لمس الفرج، مس الفرج. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى والعلم عند الله أن مس الفرج غير بناء، غير ناقض الوضوء، لكن يستحب له الوضوء. نعم. أكل لحم الجزور خاصة، فلو أكل لحم بقر لا أحد يتكلم، لحم غنم، لحم خنزير، خنزير يا أخوانا خلوه يا جو. نعم. لحم الخنزير محرم، الحمد لله، إذا ما يأكل أصلا، الحمد لله، جزاك الله، أتفضل. طيب نعيد هذه الأمور ثم نذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. من يعيد لي شروط الوضوء؟ ناقض الردة محبطة لكل الأعمال. نعم. طيب من يذكر لي فروض الوضوء؟ ما
فروض فروض الوضوء. بسم الله أوقاف. كيف أربعة؟ اتق الله يا رجل. فروض الوضوء كيف صارت أربعة؟ نعم، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا. فروض الوضوء ما هي أربعة. الله يهديك اجلس. خطأ هذا الكلام. نعم كم؟ ستة. أربعة في الآية ونضيف عليه الترتيب والموالاة. هذا نوقف. نعم. يقول تعالى يا أيها الذين. المهم كم؟ أربعة. أهي. عد الأربعة. الوجه. إذا قمت من الصلاة فاغسل الوجه. غسل الوجه مع المضمض والاستنشاق. نعم. بعده. واغسل اليدين مع المرفقين. اليدين مع المرفقين. وامسحوا بهم وسيدي. والمسح الرأس مع الأذنين. والرجلين مع الكعبين. ضف إليها النية طبعا. استغفر الله يا أخواننا اتركوا يتكلم. قم تضيف إليها ماذا؟ الترتيب أن يرتب على ما رتب الله، والموالاة بأن لا يؤخر غسل العضو ويكون الذي قبله قد جف. لازم يجعل العمل متتابع ما يقطع. شروط الوضوء. نعم أبو عصام. المفروض ما يتكي على الجدار إلا من في لحية شيء، هذا اللي يتكي، اللي ما يتقدم لا مو قليل يعني كثير. نعم. غسل الوجه مع المضمضة. غسل الوجه يا رجل اتق الله. شروط الوضوء. الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها إلى أن تتم الطهارة. انقطاع موجب الوضوء، الاستنجاء والاستجمار قبله إذا كان هذا الناقض موجب الاستنجاء، طهورية الماء وإباحته، إزالة ما منع وصول الماء إلى البشرة، دخول الوقت في من حدث دائم. الله يزوجك. اجلس. نعم. ماذا؟ نواقض الوضوء. نعم. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج الفاحش، زوال العقل بنوم ونحوه، اكل لحم الجزور، مس الفرج، الردة محبط لكل اعمال. اجلس.